مالك يا عم مقدم كده ليه؟ هتبقى حلو، هتبقى حلو والله العظيم صدقني. اسمع مني انا، شغل لنا يا عم اي حاجه كده تصحينا بدل ما احنا نايمين منك كده. يلا يا بابا شد شوية بسرعة، عاوزين نخلص بقى، نخلص من العالم دي. أيوة يا باشا. الله، أنت نسيتنا ولا إيه؟ أيوة يا باشا، وصلنا الحمد لله. نعم؟ ساعة الزمن ونكون عندك. أوكيشن؟ سلام. دول ايه دول بقى؟ هو انت فاكره بس ان احنا اللي عايزين نشتغل؟ طب تفتكري هنشتغل؟ بنت انت مش قلتي لي ان انت كلمتي استاذ لؤي امبارح وقال لك ان احنا تمام؟ ايوه بس كان عايز ينزل يقابلني. طب وما نزلتيش قابلتي لي؟ كان زماننا شغالين دلوقتي. ما بحبش انزل قبل حد لوحدي ما اعرفوش. يا مروه كنت كلمتيني كنت نزلت معاكي. ما اعرفش بقى، كنت خايفه يا حنان. خوف ايه وهبل ايه؟ قولي يا رب بس، وهو ان شاء الله هيعدي العمله دي. ان شاء الله. مروه عبد العزيز. انا. اتفضلي. اتفضلي. شكرا. أنا بعتذر لك عن اللي حصل امبارح، والله كان غصب عني. لا 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 لا، مفيش مشكلة. المفروض إن أنتِ معانا أنتِ وصاحبتك، بس أنا كان في حاجة مهمة جدا كان لازم أقول لك عليها من أول مرة شفتك فيها، عشان تفهمي طبيعة الشغل عندنا قبل ما ناخد القرار النهائي. حضرتك أي حاجة تقول عليها أنا موافقة عليها على طول. الشركة هنا ملهاش مواعيد يا مروة، وساعات كتير بيبقى مقابلاتنا كلها بتكون برا الشغل. وساعات بنسافر بالأيام، ده لو في معارض يعني. وساعات العملاء بتوعنا بيتطلب يعني إن أنت تفضلي معاهم لفترات أو لأيام. إحنا مش شركة صغيرة، ومعاملاتنا وطريقة شغلنا مختلفة عن أي مكان تاني. وأنا موافقة حضرتك. وصاحبتك؟ أكيد طبعاً موافقة. طيب، في عادة هتمضيه في الشؤون القانونية، العادة ده أنا عايزك تقريه كويس قوي، ولو تحبي تاخدي منه نسخة وتقريه على رواقة مفيش مشكلة. حاضر. حاجة تانية معلش أخيرة بعد إذنك، اللوك اللي هو المظهر يعني. ناس كتيرة قوي جت هنا ما كانتش بتعرف تلبس، ولما جت بقوا يعني مش قادرة أقول لك عاملين إزاي. يلا اتفضلي. متشكرة يا صاحبتي. متشكرة عن إذنك.
في ايه؟ في ايه؟ يا لهوي يا لهوي يا عمرك ما شفته يوم حلو يا اخويا. مش وقته دلوقتي يا ست سيده. امال انت وقته؟ انت ما شافش يوم عدل يا هيني يا اخويا. ما ينفعش الكلام دلوقتي. انت مين انت كمان؟ اوعى اوعى من قدامي. هستناك على القهوه يا استاذ جمال. احمد جمال كنت عايزاك لو سمحت ثانيه واحده. تحت امرك. هو أنا المفروض أعمل إيه؟ لا يا بنتي ما تعمليش حاجة. أنتي بس عارفة المدافن بتاعتكوا فين؟ لا عمتي تعرفهم. ما تقلقيش أنا هتصرف. طب أرجوك يا عم جمال أي مليم هيتصرف في الموضوع ده تبلغني بيه. عيب يا جمال ما تقوليش كده. أبوك الله يرحمه كان زي أخويا. أبويا الله يرحمه كان شايل فلوس كفن في الدولاب وفلوس جنازته كلها لازم تكون من حر ماله. دي وصيته ليا. حاضر حاضر يا بنتي. والعزا هيبقى في المدافن. حاجة تانية. استاذ جمال معلش انا هقصر. سيبك مني انا خالص دلوقتي مش وقته. شوف مطلوب مني ايه وانا اعمله. لا خليك انت الله يكرمك. الله هيكرمني لو جيت معاك وعملت اللي انت طالبه كده. ولع شنطه الاستاذ خليها عندك. انت معايا يا باشا؟ ده انا جاي استنجد بسعادتك والله العظيم هو ده اللي حصل. اسال عادل والله يا باشا انا مش بكذب على حضرتك. كل اللي قاله كدب يا باشا. انت اللي ابن 60 كدب يا باشا. انا اسف والله العظيم سعادتك. انا زي ما بقول لحضرتك كده انا سامعه بودني يا باشا وهو بيقول ان احنا كده كده ميتين. بس يلا الواد ده لا شفته ولا اعرفه قبل كده يا باشا. ايه رايك بقى؟ يعني انت مش جايب العيال اللي بره دول عشان تهربهم؟ اهرب مين يا باشا؟ حتى اسالهم. انا جاي هنا ابيع واشتري. انا تاجر وافتخر. اسم النبي حرسك بقى جاي تبيع ايه وتشتري ايه هنا يا باشا؟ ما انت عارف بقى ان احنا ناس شعبيين يعني ونحب نقلب في الحاجات المستورده. انت سيدي العارفين سوق ليبيا وليبيا وتعالي يا بضاعه وروح يا بضاعه. يا باشا انا جاي هنا القط لقمه عيشي رزقي. الواد ده سرقنا يا باشا. طب ازاي يا باشا سرقته يا باشا وهو بيقول ان لسه ما وهو يعرف منين ان انت تاجر ومعاك فلوس عشان يسرقك؟ هات لي يا ابن العال دي من بره. هي كلمه واحده بلا حدا اللي جابكم هنا والواد ده كان معاكم؟ لا ولا نعرفه ولا شفناه. طيب بتتهم بلح بحاجه تاني؟ لا يا باشا حد الله كتب خيبه. لا انا ما لا مفيش اي حاجه كده زي الفل. سرقك؟ لا يا باشا ما سرقنيش بس انا يعني اديت شويه لما اتبل عليا. تخرج من هنا تركب حاجه وترجع على مصر. اوكي شيخ. وانتوا بقى ايه اللي جابكم هنا؟ كنا بنتفسح يا باشا رحله. طب خفي على مروان شويه. ما بيفهمش حاجة. عامل له إيه؟ ما بيفهمش ولا أنت اللي مش عايزاه قدامك؟ والله ما حدش قال له ما يجيش. طريقتك. أنا ما بحبش الدلع. خلي بالك هو لو في الشركة أبوه ممكن يزعل. كلمك؟ لا. هو قال لي لا. أنا عارفة إنه كلمك ومتأكدة إن أنت جيتي الشركة النهاردة عشان كده. وفرضي؟ لا ما فرضش. إحنا لازم نبقى عاملين حسابنا كويس قوي. سمير في الآخر هيسيب شركته دي لابنه ومهما أنا تعبت فيها ومهما كبرتها برضه هيسيبها له هو. وابنه ده عبيط. اي حاجه هتدخله هيروح يصرفها على الفاضيه وعلى المليان. برضه هدي اللعب. انا ما عملتش حاجه غلط على فكره. ده انا عامله شغل للشركه دي انكل سمير نفسه عمره ما عمله. وهو اللي بيفكر غلط. لازم يفكر صح. اللي بيشتغل هو اللي يسوق. ابنه ومش هيرتاح الا لما يكون معاه. طب وانا اعمل لهم ايه بقى؟ بقى انت مش عارفه تعملي ايه يا ايتم؟ انت فاهمه كل حاجه كويس قوي. خلاص يبقى هستنى لما السيزون ده يعدي وبعد كده اشوف هظبط اموري ازاي. لا انت من بكره تكلميه وتخليه معاكي. انت خسرانه ايه؟ هو انت خايفه كده ليه يا ماما؟ لازم تفهمي ان الشركه دي شغاله بينا احنا مش بيهم هم. لا يا حبيبتي الشركه والعز اللي احنا فيه ده عشان سمير صاحب كل حاجه
مش معنى ان هو مريح دماغه يبقى مش عارف كل حاجه، لا ده بيبقى نايم فوق وقافل الباب عليه وعارف دبه النمله في الشركه. يعني ايه؟ يعني تعملي اللي بقولك عليه. انا فاهمه بقول ايه. ايه ده؟ دي مسج من ميرا. على الاقل تكون عقلت وقررت تيجي تعيش معانا. بتقولي ان ابوكي توفى. الله يرحمه. فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. صدق الله العظيم. متولي احنا هنقضيها قوالح ولا ايه؟ ما فيش هوفوف كده؟ اخواتك خرمانين يا جدع. هوفوف فعلا الهوفوف. انت في ارض الهوفوف. ادينا اي حاجه كده. خد ايه اتحبست اللي ايه؟ فعلا ولا شمني كده ارض الهوفوف فعلا. ادوكوا شويه شاي. امسك امسك امسك. تمام الله ينور عليك يا متولي. ها بعد اللي انا قلته ده عايزين نرجع؟ ولو رجعت اقول ايه؟ انت لازم ترجع متولي. امك تعبانه قوي ونفسها تشوفك. يا عم انا مرتاح هنا ومبسوط هنا. الست هتموت يا جدع عليك. بيقول لك امك تعبانه وهتموت. امسك. وبعدين احكي لنا بلح عمل معاك ايه؟ بلح ده ابن شياطين جابنا هنا ورمانا لواحد اسمه الابطال. القبطان ده سيدي خدنا وقعد يمطوح فينا يمين وشمال، حبسنا، مفيش ميه، مفيش اكل، مفيش شرب. ولا هفف؟ هفف ايه يا جدع؟ بقول لك مفيش ميه وشرب، يبقى فيه هفف، هفف. بس في مننا بقى ناس ماتت، ناس هربت. وانا ما لقيت الناس بتهرب رحت هربان معاهم. لقيت شويه ناس قاعدين، اتعرفت عليهم، عرفت ان هم الكل في الكل واشتغلت معاهم. طب و مش ناوي ترجع؟ ارجع ليه؟ ارجع لامي؟ يا عم انا مبسوط هنا. وبعدين ارجع لامي شايلها همي، مخلفه راجل تسند عليه، اروح انا اللي اسند عليها. لا وترجع ليه صحيح؟ ما انت القش بقت معدن اهو، بقت واحد منهم ولابس وتمام وفل الفل. ولا معدن ولا نيله يا عم. اللي انت شغال هنا قامت.
شغال في التهريب. تهريب ايه يعني؟ مخدرات؟ لا. امال سلاح؟ يا ريت. امال يعني بتهرب ايه؟ كتاكيت؟ احنا اشتغلت ولا ايه؟ ولا اي كتاكيت يا عم. ما بقرب بني ادمين. بني ادمين؟ لا لا لا، بقول لك ايه؟ الواد ده ابن حلال وشغال تجاره حلال. يا عم يلا بينا من هنا يا عم. ده بس لما نفهم. فيها متولي. انت شغال مع مين بالظبط يا متولي؟ بص يا احمد، انا شغال مع ناس تقيله قوي في البلد. تقيله قوي. بكلمه منهم ممكن يخلوا البني ادم ده فوق، وبكلمه ثانيه ممكن يحطوه تحت النار دي. لا يا راجل. او ربنا. طب بقول لك يا متولي. ناس الناس التقيله قوي دول. انا واخوك احمد ملناش في السكه دي، فكنا طالبين منك طلب بس. قول لاخويا احتينا على الفجر كده نكون في مصر في وسط اهالينا يعني. خلصانه. هتروح مش جايلك وفوف؟ اه. يبقى هتروح حبيبي. ثانيه واحده يا عم، ممكن نوديلكم منورين والله العظيم. لو في واحده تاني هوفوف بس، عشان احنا اتنين. ها بيقول لك شغال مع ناس تقيله في البلد. اه انت تاني. انا عارف. بص انت ايه، مش هتسيبنا احمد غير ما يبقى في كلبوش. انا عارف. انا بقول لك ايه، اتفضل قول لي ايه الفكره الشيطانيه اللي جات لك دلوقتي؟ عايز انتقم من بلح. طب ما احنا قفشنا الفلوس الصبح وحقنا رجع لينا، عايز ايه تاني؟ لا مش دي كل الفلوس اللي مع بلح. انا لو اخليها على البلاطه لازم انتقم منه. طب هنعرف بقى يجيب فلوس منين تاني، ولا هندور عليه فين؟ هو ده ليه ما كانش يشيل فيه فلوس يعني؟ اكيد مش شايل فلوسه في البنك. لذا بلح ده شيل فلوسه في بيته. وماله؟ نجيب الفلوس ونشوف اخرتها ايه. بس انا هسألك سؤال يا ابو حميد. ارغي. الفلوس دي بقى اما ناخدها كلها حلال؟ انت جاي دلوقتي تكلمني في حلال وحرام؟ عادل قوم نام. قوم نام يا عادل. قوم نام، مش ناقصاك. وهات السيجاره دي. سيبني انا افكر هعمل ايه. يا عبد الله بتفكر في ايه؟ بفكر في الدنيا وعمايلها. فعلا الدنيا يعني عمالها تجيبنا وتودينا، مش عارف عاوزه مني ايه بالظبط. انت ايه؟ مالك النهارده؟ جدع اللي اسمه عبد العزيز ده، رغم انه كان تعبان طول حياته، ومع ذلك اتجوز وخلف. شفت بقى؟ لو انت مكانه انت عملت كده؟ الصراحه بقى انا بعد اللي حصل واللي شفته كنت هعمل كده، وكنت هخلف 100 عيل. 100 عيل؟ انت عايش على قدك يعني، ولا مؤاخذه بتستنى مرتبك كل شهر؟ طب بقول لك يا عبد الله، ما تيجي نعكس. اسالك انا نفس السؤال ده، انت كنت عملت كده؟ انا بحسده. تحسده؟ ايوه بحسده. قد ايه يا جمال عنده بنات شفتهم هم بيتحسروا عليه؟ قد ايه هم زعلانين قوي عليه؟ قد ايه كل ما هيفتكروه هيقولوا الله يرحمك يابا؟ انما احنا جمال، احنا مين هيتحسر علينا ولا يزعل علينا ولا يترحم علينا؟ مفيش حد. لكن شفت بناته دول؟ بناته شايلين اسمه وهيترحموا عليه. عارف يا ابو، بناته دول انا حضرت ولادتهم كلهم. كل مره كان عبد العزيز يقول لي امتى هنشوف ولادك يا جمال، اقول له لا يا عم انا لسه صغير وانا مجنون اعمل زيك. سيبه وامشي، انا مشتاق. روحي رايحه. نفسي كنت ابقى ماشي في الشارع وابني ولا بنتي ماسكين ايدي زي ما كانوا بناته بيعملوا، يقولوا له عايزين بونبون يا بابا ولا عايزين شوكولاته. لما كان موسم المدارس يجي كان يجي عبد العزيز يستلف مني، وكان يستلف من الحاره كلها. تقول الحمد لله
الحمد لله ان ربنا رحمني من العيال ومن مسؤوليه العيال. ولو انت العزيز خسر لما الحياه اللي اكتشفتها ان هو ما خسرش، انا اللي خسرت كل حاجه وانا مش واخد بالي. افتكر يا جمال احنا لو كان دينا عزوه واهل وعيال جايز جايز انحنى احسن من كده بكتير. جايز فعلا وجايز. ده تعرف يا جمال انا في مره من المرات كان عندي دور برد جامد قوي سخن بتكتك، السخونية أكلت جدتي طريقي ناشف عايز أشرب مش قادر أقوم أشرب نفسي. كان نفسي ساعتها يكون عندي عيل أنادى عليه أقول له زينة بنشهد مية مش قادر أقوم. ساعتها بس حسيت إن أنا أذيت نفسي بنفسي. وساعتها بس فكرت في كل اللي أذهلي إن أنا أول ما أشوفه هنسفه من على وش الأرض. أنت قصدك إيه بالظبط؟ لا أنا بقول لك يعني لا. يعني أي حد أصل أنا ساعات كده باجي فضفض بقول أي كلام ما تاخدش بالك. ماشي هعمل إني مش واخد بالي. تسمع الست؟ مش عايز اسمع اي ست. يا اخويا انا مش هتقطع حد غير بيا يا اخويا اللي عمرك ما زعلتني يا سندي يا ضهري يا اخويا يا ايدي ورجلي. احنا لازم نبلغ عيطنا. بعت لها رساله. طب كنت قولي كنت قولي اتخطفت يا اخويا يا اخويا يا اخويا. مروان عايزك في كلمتين مهمين جدا. خير يا اخويا. مروان انا كلمت مستر لؤي عشان اقول له ان انت مش هتقدري تيجي. بس قال لي ان صاحب الشركه عامل اجتماع مهم جدا الساعه 4 ولسه انت حضري. يعني ايه؟ والله العظيم قلت له ان والدك اتوفى. سبتني وحدي يا ابويا. بس قال لي ان انت لازم تيجي النهارده وتحضري الاجتماع وتمشي بعد الاجتماع على طول. صدقني صاحب الشركه ده ما بيقبلش اي اعذار مهما كانت حتى لو كان الموت نفسه. مستحيل طبعا ما اقدرش اروح. والله ما عارفه اقول لك ايه ولا كنت عايزاكي احكي لك اصلا. بس لازم تعرفي حاجه مهمه جدا قال لي عليها. قال لي يا مروه ان انت لو ما جيتيش الشركه النهارده مش هتجي لها تاني. تشرب ايه؟ مالك في ايه؟ انت زعلان مني في حاجه ولا ايه؟ قولي اللي انت عايزاه عشان مش فاضي. مش فاضي؟ وراك ايه بقى ان شاء الله؟ ايه؟ خير؟ هو انا المفروض يعني اديكي التقرير على اللي بعمله ولا ايه؟ لا خالص، بس متهيألي يعني ان الكلام في الشغل وعن الشركه اهم من اي حاجه تانيه. الشغل والشركه. عايزه ايه خلصي؟ انا مش عايزه حاجه. والدك هو اللي عايز. فهمت. أيتن أنا كنت عايز أقولك على حاجة مهمة أوي. يا ريت والله يا مروان. أنا كمان من زمان نفسي أسمع منك أي حاجة مهمة. الشركة دي بتاعتي أنا. أنت هنا مش أكتر من موظفة وبس. يعني ما برضاش أتكلم كتير وأعمل مشاكل عشان ما أزعجش أبويا بس مش أكتر. تصدق صح؟
انت عندك حق فعلا. فعلا الشركه دي بتاعت والدك، وفعلا انت اللي هتبقى الملك الوحيد بعد عمر طويل طبعا يعني. وفعلا انا موظفه هنا، دي حقيقه. بس انا شكلي نسيت او حاجه. عموما احنا لسه فيها، انا مستقيله يا ماما. ولا اقول لك حاجه عشان ترتاح؟ اعتبر نفسك انت اللي رفدتني، اوكي؟ ديرها انت بقى. أنا خلاص مش عايزة أشتغل الشغلانة دي حنان. وأنت فاكرة إن إحنا هنلاقي شغلانة زي دي تاني؟ عايزة أبويا يا حنان، ما ينفعش. يا مروة اللي راح راح، والحقيقة بقى بالميت. أقول لك على حاجة، أبوي روح يزوريه وقولي له إن أنت ما قدرتيش تبقي معاها. بيقول له إن الميت بيبقى حاسس بالناس اللي حواليه وعارف هم عايزين إيه. وبعدين ما تزعليش مني، أنت اللي محتاجة للشغل. أنا عارفة إن كلامي ده تقيل عليكي دلوقتي، بس أبوك الله يرحمه كسب لكم ده الشغل، الحاجة الوحيدة اللي أنت هتستندي عليها لحد ما تعرفي أنت عايزة إيه. بصي احنا نغير هنا، ولما نرجع نغير هنا برضه. وصدقيني في الزحمه دي كلها محدش هيحس باي حاجه، محدش هيعرف انت كنتي فين. ابني فين الشاي يا ابني؟ بس اقول لك يا ابو حميد، انا قلبي مش مطمئن وخايف كده. انت عارف انا من زمان ما بحبش الواد بقى لحده. الواد ده مش هيسيبني على فكره. لا ما تقلقش، مش هو بنعمل حاجه. إذا كان هو مش سهل، إحنا كمان مش سهلين. مالك يا عم، ما تفكها بقى. ساعة ما سمعت الكلمتين اللي بيقولوا لبعض دول، الصداع هياكل دماغي، شكمان مخروم جوه دماغي. واللي يعدلها لك؟ عدلها لي فين يا عم؟ في الصحراء، هم آخر ناس سيجارتين دول. طب مدي إيدك. يا ابن العيبة، جبتها منين دي؟ من متولي. سبحان الله، طول عمري الله في الله كده احب الواد متولي حب ايه؟ مين مديها يا راجل؟ قلبي لحقت اشتغلت ولا ايه؟ بس بعيد عنك، النهارده عيد ميلادي وانا على قد ما اقدر بحاول انسى اليوم ده. ليه يا عم؟ كل سنه وانت طيب. لا لا طيب ايه يا عم احمد؟ بس ده يوم شؤم بعيد عنك ولا ليه كده؟ اقول لك، انا ساعه ما اتولدت ابويا مات بعدها على طول. على طول، ما خدش وقت. بعدها بسنتين يوم عيد ميلادي برضو عمتي حصلته، صعب عليها تسيبه لوحده يعني. العيله كلها قالت لك الواد ده شؤم، محدش يحتفل معاه بعيد ميلاده ابدا. خالي عمل فيها ذكر بقى، بعد ما عدى 6 سنين قال لي يا ابن عيب انا هاجي احتفل معاك النهارده. الراجل وهو جاي توفته المنيه على طول. لا والله هو كده، اي حد يحتفل معايا بعيد ميلادي او يكون معايا في نفس اليوم على طول. انت بتقول يا ابني؟ لا لا، ده قبلها بيوم بعدها بيوم. لا انت تمام يا احمد، في احنا احتفلنا بيه كتير يا جدع. بقول لك ايه، فكنا من سيره الميتين دي واعمل نفسك مش واخد بالك. لا بقى انا مش واخد بالي، ما تقلقش مش عايزك تشغل دماغك بالموضوع. انا كنت فاكر بقى اروح ايطاليا الاقي النسوان قاعده بقى، اول ما ننزل على طول تلاقي النسوان مفروش على الشوارع. بس انا عادل عادل عادل، واحمد احمد برضه، انت معايا يعني؟ مفيش مشاكل، احنا مع بعض. جاب لي عربيه طويله 7 متر كده، بدله لميع زي العيال بتوع السينما كده المستحبين دول. واي حد يبق معايا دفتر الشيكات في جيبه على طول، ارميه في وش اي حد. ما حدش يتكلم معايا. يا راجل تمشي توزع فلوسك على خلق الله؟ المشكله يا ابو امير، خلي الغلابه تاكل يا جدع، انت مستكتر على الغلابه يعني. تبان عليها اشتغلت معاك على الاخر قوي. قول يا سيدي قول، بتحلم بايه تاني؟ ما اخبيش عليك يا ابو حميد، كمان يعني كان نفسي كده اتجوز بنت كده موز، عارف اللي هم الكرفات الكتير دي. احب انا واحده بقى، ايطاليا مليانه. انا عارف، انا ما انا رايح ايطاليا ليه؟ انا موافقتك على طول. سلام بقى، خدها كده واروح اي مطعم كده شيك وابقى لابس كويس، مش هبقى لابس كده، لا لبس بقى براحتنا. نقعد ناكل في مطعم كده من اللي بينزلوا في الاعلانات. ونسكن في كومباوند، ايه المشكله؟ اخد انا عماره وانت عماره، كل واحد ونفتحهم على بعض براحتنا بقى يا عم بقى، ما فلوس وايطاليا. صدق بالله مفيش اي حاجه موديه البلد دي في داهيه غير الاعلانات دي. يقول لك شقه ب 500,000 جنيه على قد ايديه. هو انا قد ايه يا عم؟ 500,000 جنيه ايه اللي قد ايديا؟
و5000 جنيه قسط. هي الناس لاقيه تاكل يا جدعان؟ عارف ابو حميد، البلد دي نص مشاكلها تتحل يخلي الشوع على بياض. للشباب الغلابه ما هم يخلوا عربيات والتوك توك كل ده ببلاش، من الشوارع مليانه وزحمه من ايه؟ طب جرب كده خليهم يخلي الشوع على بياض، ولا هتلاقي في عنوسه ولا هتلاقي في تحرش ولا طلاق ولا اي حاجه. هو انت ساكت ليه؟ خد دي هتظبطها. تعالى يا ابني غير الحجر ده. وحياتك انت يا عدوله، لا هتشوف احمد اخوك امبراطور. شوف امبراطور، الفلوس دي هتبقى بين صوابع زي الميه. النقطه اللي هتقع مني